الدولة هذه المدة كاملة. يلا اليوم انتبهت لهذا الفساد. المنتخب احيانا كيخسر على المقعد 2 مليار. ما كتشوفوش ان كلامكم فيه شويه تحمل على حزب الاصاله والمعاصره؟ القيادات ديالو المؤسسه اعترفت بالانحراف انتقائيه في المحاسبه في فتح الملفات. النهار اللي حصلتي انك فرطتي غادي تكرر هذه. واش كتقولوا غيره على هذه الحكومه ولا غير حيت انت في معارضه؟ يا ربي نكون في بلاصتو باش نصلح العديد من الامور. انك مساهم رئيسي في طي صفحه زيان. انا كنت موضع شبهه. تشريع عض اليد الذي تمدت له ذات يوم. كان الحزب مهدد بخطر الانهيار. كرة القدم ايضا انها فضاء للالهام. يتم استغلال انتصارات المنتخب المغربي للتغطيه على اخفاقات حكوميه. مطلب اليوم في الشارع المغربي اسقاط الطبيعه. لا يمكن ان اتصور اليوم الشعب المغربي يضع يده في يد قاتل الاطفال. يعني المغرب متقدم حقوقيا يحظى بهذه الشرعيه. هل نحن وصلنا الى الكمال؟ لا. عناصر تتمين هذا الترأس لمجلس حقوق الإنسان وإطلاق سراح العديد من المعتقلين. أن المغرب سيكون رابحا في الرسالة الملكية فيها نوع من تقويتها. اليوم اللي كنلقاو حزب سياسي يدعم شخصا مشبوها. عندنا مؤشرات ولكن ما عندناش الدلائل. المغاربة ما يقبلوش أن واحد الفئة تبقى عندها مرجعية دينية وواحد الفئة تحرم منها.